السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا أينما كنتم مشاهدين الكرام. بزاف ديال الناس كيتسألوش من كنا نزرعوا في هذه الفترة ديال الشهر واحد. جبت لكم بصلة ديال التحريف اللي كان نخدم منها زريعة بذور ديال البصلة، نوعية النوع ديال زراعة ديال التحريف ديال البصلة اللي مزيانة، وكيفاش نزرعوا هذه البصلة ديال التحريف. هادشي اللي تعرفوا معنا في هذا الفيديو. نتوما ما تنساوش دعمونا في القناة، جزاكم الله خيرا. وكبداية إخوان، قبل ما نزرعوا بصلة ديالنا كانت راسي ولها على هذا الشكل هذا، يعني بالنسبة للفلاحة اللي كيسقيو بالساقية، أما اللي كيسقيو بالسينتا راه الطراسية ديالها عادية. وبالنسبة للناس اللي باغا تزرع البصلة ديال التحريف، ماشي المناطق اللي كتكون سخونة فقط، خص المناطق اللي كيزرعوا هذه البصلة ديال التحريف، النواحي ديال الأطلس هما اللي كيزرعوا هذه البصلة. وغيتعرفوا معنا شنو هي البصلة المزيانة. كما كتلاحظوا هذه هي البصلة الحمراء، وكنقطعوها على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. بالنسبة للبصلة ديال التحليف بغينا نزرعوها، راه هي كلشي، هي الأساس، حيت هي اللي كناخذوا منها الزريعة ديال البذور ديال البصلة. إذا عندك تمشي تاخذ الزريعة ديال البصلة ديرها تحريف ديال الماكينة. فبالنسبة للبصلة ديال الماكينة راه ما كتجيش في التحريف، خصك دير البصلة ديال الساقية، البصلة اللي كتزرع بالقادومة. والطريقه ديال الزراعه ديال البصله كما كتلاحظوا الاخوان على هذا الشكل هذا، كما بين الحبه والحبه حتى 30 ديال السنتيم، 25 ديال السنتيم، كما بعتيها مزيانه باش هي البصله كتطلق الجذور وكتطلق العروق وكتعطي واحد ما بين الحبه والحبه، خصك ضروري تخلي لها المسافه باش حتى ما كتضربش. والطريقه ديال الردين ديالها حاول تردمها شهير شويه، ما تردمهاش بزاف. نتمنى تكونوا استفدتم هذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.